قد يحدث الكثير في دقيقة على ويكي، مثل كل 60 ثانية في مشاريع ويكيميديا، أو حتى الوقت المستغرق للإجابة على سؤال ما الذي تفعله مؤسسة ويكيميديا؟ لعلك تعرف أن ويكيبيديا موسوعة حرة يستطيع الجميع التحرير فيها، لكنك قد لا تعرف أن ويكيبيديا شأنها شأن 13 مشروعاً مفتوح المصدر آخر مخصصة للمعرفة المجانية تستضيفها وتشغلها مؤسسة ويكيبيديا. تتكون مؤسسة ويكيميديا من أشخاص من جميع أنحاء العالم يؤمنون بأن المعرفة حق من حقوق الإنسان، لذلك يعملون للتأكد من أن المعرفة المجانية المحققة متاحة للجميع. ويشمل عملهم تحسين التكنولوجيا العالمية واقتنائها لدعم البنية التحتية الواسعة المفتوحة المصدر الخاصة بويكيميديا، تقديم الدعم والتمويل للمنظمات والأشخاص الذين ينتجون المعرفة المجانية، كما تقدم أيضاً الجهود القانونية والتأييد لحماية حقوق الأشخاص في المعرفة المجانية حول العالم. وهذا شرح لما تفعله مؤسسة ويكيميديا في دقيقة واحدة.